قول حاجة حلوة، فكرة جديدة حبينا نختبرها في رمضان في كل مكان. الناس تحكي حاجات مو حلوة على السوشيال ميديا، الناس تقول حاجات مو حلوة عن دول ثانية. اليوم مساء العربية نسمع حاجات حلوة، وهذه المرة من العراق. السعودية أكثر شيء لهجتهم. أفا عليك، أفا عليك، وش ذا؟ يعني كثير كلمات تعجبني عندهم، أحس السعودية في داخلي صراحة. سوريا يمكن الطبيعة اللي بيها، الناس الحلوة اللي بيها، الكلام صراحة اللطافة مالتهم، اللباقة بالكلام جد جد حلو. بالمغرب حبيت أكثر، عجبتني أكثر شيء مدينة اسمها شفشاون باللغة الأمازيغية مالتهم، يعني القمم. هذه مدينة زرقاء جميلة. في زيارة سابقة لمصر، والأكل الفول والملوخية والفراخ وكله على بعضه حلو، وخصوصاً الأجواء الفرق الشعبية. تونس بها فتحالة خاصة، وهي متمسكين بزراعة الزيتون. الزيتون عندهم أهم شيء. بلد الجزائر، بلدية اسمها غرداية، مميزة بحضارتها، أحب لبسهم وطريقة حياتهم.